السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل مع بعض في المحاضرة الأخيرة في المنهج. المزيج، بنتكلم على المزيج الترويجي. احنا حاليا دلوقتي كنا بنتكلم على انك بتبدأ هذا المزيج بأنه اتصال ما بين الشركة او بين الوزارة او ما بين الدولة والجماهير بتوعها او العملاء بتوعها. الاتصال يعني من طرفين، الشركة بتتكلم مع العميل، والعميل لو عنده مشكلة لازم الشركة تفتح له قناة ومتابعة ان هو يقول اللي هو عايزه، عنده مشكلة، مبسوط من المنتج، مش مبسوط من المنتج. قلنا عشان انجح لابد ان انا يبقى عندي برنامج ترويجي، وقلنا البرنامج ده من حوالي 8 خطوات. بعد كده قلنا لابد ان احنا نحدد الهدف من البرنامج الترويجي، وزي ما قلنا في الإدارة واحد ان انا ما بخطيش خطوة ولا احط رجلي في حاجة غير لما ابقى عارف الهدف منها. وقلنا انه لما بعمل حملة ترويجية هي مش كلها بيع ولا كلها يعني تحفيز ولا انك تجذب العملاء، لا، ده فيه احيانا بتبقى حملة عشان أزود العميل ببعض المعلومات أو البيانات. ممكن مرة تبقى لإثارة العميل وللشراء. أنت لما بتشوف يافطة في الشارع كده فيها آيفون أو فيها نوع من العربيات ده، والعربية دي فيها يعني المميزات كذا وكذا، ده بدك بنوع من المعلومات أو بذكرك بالمنتج. يعني مش كل مرة لازم عشان ما تنسانيش. فاليافطه دي موجوده، انت بتمر عليها في الشارع، خلص الموضوع. لم او ممكن انزل منتج جديد، في المنتج الجديد بقى ممكن يعني اعرفك ان انا عندي منتج جديد لسه بقدمه للسوق، فبيبقى له حمله مختلفه. او ان انا بحاول اخليك تستخدم المنتج في استخدامات اخرى غير الاستخدامات اللي احنا بدأنا بيها، او ان انا بدعم الناس بتوع البيع. يعني عندي 5 اهداف. وعشان كده يا جماعه بنرجع تاني نقول لما كنا بنتكلم على المدير في سنه اولى او في اداره واحد واداره اتنين، لازم المدير يبقى محترف. ايضا لازم مدير التسويق يبقى محترف، عشان لما يروح يطلب من وكاله اعلانيه تعمل حمله اعلانيه ما تقولوش اعمل لي حمله اعلانيه وخلاص. ليه؟ انت عاوز منها ايه؟ زي ما قلنا عندك 5 حاجات، كل حملة هيبقى لها شكل مختلف عن الأخرى. الحملة اللي أنا بعمل أسيرك لشراء السلعة تختلف تماما عن أنا بس بديك معلومة إن أنا جامعة جديدة نازلة، إن أنا بنزل منتج جديد، إنه في معلومات عاوزك تستخدم في استخدام جديد للسلعة. ومن هنا مهم أوي 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 إن أنا يبقى تاني المدير محترف ومدير التسويق محترف، عشان يعرف يتعامل مع الناس اللي بيدوله خدمات ويعرف يختار الخدمة اللي هو عاوزها بالظبط. بعد ما بحدد الهدف بحدد الاستراتيجية بتاعت الاتصال او الترويج، وعندي استراتيجيتين. واحدة اسمها استراتيجية الدفع، ان انا بدفع المنتج الى الوسيط اللي هو وكيل او تاجر تجزئة او تاجر جملة الى المستهلك، او استراتيجية الجذب ان انا اوجه الحملة بتاعتي للزبون، الزبون بدوره يروح يطلب المنتج من المنتج. طيب السؤال، يعني انا بختار المزيج الترويجي ازاي؟ ايه المعايير؟ ايه الحاجات اللي بتحكمني في اختيار المزيج؟ اول حاجة طبيعة السلعة اللي انا عاوز اعمل لها ترويج. السلعة هل هي سلعة استهلاكية ولا سلعة صناعية او انتاجية؟ لو هي سلعة استهلاكية يبقى هاخد استراتيجية الجذب. لو هي سلعة صناعية
باخد استراتيجية الدفع. بمعنى لو انا بعمل منتج استهلاكي يبقى هخاطب الزبون عشان الزبون يروح للوسيط، الوسيط يروح يجي يشتري ياخد الحاجة مني. لو سلعة انتاجية لا انا على طول بودي الحاجة للوسيط، والوسيط ممكن هو يوديها للعميل على حسب نوع المنتج. هل المنتج ده سعره رخيص او سعره مرتفع؟ على حسب دورة حياة المنتج. وبنفكركم تاني بدورة حياة المنتج اللي هي اربع حاجات، اللي هي مرحلة التقديم والنمو والنضج ثم مرحلة الانحدار. المزيج الترويجي بيتوقف على له علاقة كبيرة جدا بدورة الحياة. بمعنى ان انا في مرحلة التقديم هيبقى الاعلان هو الاساس عشان انت بتقدم المنتج. ممكن في مرحلة الانحدار يبقى الاعلان دوره ضعيف جدا 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 جدا. ممكن يكون التنشيط المبيعات، ممكن يكون النشر هو الوسيلة اللي هتبقى موجودة اكتر في مرحلة الانحدار. ممكن يبقى في مرحلة التقديم اتنين، رجال البيع او البيع الشخصي والاعلان، الاتنين في نفس التوقيت وبيحمسوا الناس وبيحمسوا التجار وبيعرفوهم بالمنتج لان ده لسه منتج جديد. ومن هنا دورة حياة المنتج الحقيقة زي ما قلنا كل اجهزة التسويق بتختلف طبيعتها ومكوناتها والاهتمام والتركيز فيها على حسب دورة حياة المنتج. اربعة، طبيعة المنافسة. انت بتنافس مع مين؟ هل هي منافسة جديدة جدا ولا منافسة متوسطة ولا منافسة ضعيفة؟ طبعا لو المنافسة جديدة جدا 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 هتضطر بقى تركز على الاعلان ورجال البيع وتنشيط المبيعات، ربما تاخد كل الاربع حاجات بنسب مختلفة. لو المنافسة ضعيفة ممكن حاجات منهم بس هي اللي انا استخدمها. في خمسة، سلوك المنافسين. المنافسين هيردوا عليك ازاي؟ واحنا يهمنا قوي انك انت قبل ما تعمل تاخد اي قرار، قبل ما تاخده تبقى عارف رد فعل المنافسين، مش اما تعمله وكده هم يروح ردين عليك بقى وانت لسه هتفكر ترد ازاي. في فرق كبير جدا بين الاتنين. قبل ما اعمل ابقى متخيل هم هيردوا ازاي، والحاجة التانية ان انا اعمل وبعدين هم يردوا وبعدين انا ارد. لا، بنفضل البديل الاولاني عشان ربما الرد بتاع المنافسين يكون قوي جدا يضيع لك الدنيا. عشان كده لازم الاول اتخيل او اتوقع ما هو سلوك المنافسين. سبعة، الموارد اللي عندك. احيانا الموارد المالية والموارد البشرية، رجال البيع اللي عندك ممكن يمكنوك او لا يمكنوك من ان انت تعمل اختيار المزيج الترويجي. مثلا على سبيل المثال لو انت ما عندك فلوس بس رجال البيع اللي عندك مش اكفاء قوي، يبقى تركز على الاعلان. عندك ما معكش فلوس وعندك رجال بيع متميزين جدا، يبقى انت تركز على رجال بيع اكتر وما تركزش على الاعلان لانه ما معكش فلوس. وبالتالي اختيار المزيج عملية مهمة جدا جدا جدا، ومتوقف على السبع حاجات اللي احنا قلناهم دول. طيب السؤال، ما هي مكونات المزيج الترويجي؟ مكون من ايه؟ مكون من اربع حاجات. مكون من الاعلان، مكون من رجال البيع او البيع الشخصي، يعني تبعت شخص يبيع للناس، للتجار، للهيئات الكبيرة زي ما قلنا، للمؤسسات. عاوز تشتري مطبعة، عاوز تشتري جهاز مثلا كاميرا، عاوز تبيع وسيلة تعليمية جديدة، فما ينفعش فيها بقى الإعلان رجال بيع أو بروحوا بشخصهم يشرحوا للمؤسسات ايه الدنيا، ايه المنتج ده واستخداماته وهكذا. رقم ثلاثة اللي هي تنشيط المبيعات، ثم بعد كده
النشر. طبعا لو انتوا فاكرين كنا بنقول ان هناك بعض الناس ورجال الاعمال في مصر بيعتبروا ان التسويق هو الاعلان. شوف احنا بقى لنا كام محاضرة بنتكلم واتكلمنا قد ايه وشرحنا قد ايه الاعلان لسه ذاكرينه دلوقتي. يعني الاعلان ده لا يمثل اكتر من 5% او 3% من التسويق. فهناك اناس قد يكونوا من اللي بيسمعوني او قد يكونوا في بيشتغلوا فاهمين انه عندما انت تعمل اعلان معناه ان انت عملت تسويق. التسويق اكبر من كده بكتير جدا جدا جدا. وانا في رأيي ان الاعلان لا يمثل اكثر من 2-3 نهار ما يتمعظم قوي يبقى له حوالي 5% من التسويق. حاجات كتيرة جدا جدا تسبق واكبر بكتير واكثر اهمية من الاعلان. فيه ماركة بتاعت ملابس اسمها زارا. هذه الماركة يعني دي معلومة انا لسه عارفها قريب جدا من اكبر الماركات وصاحبها سنة 2000 اللي احنا فيها دي و16 طلع اغنى رجل اعمال في العالم. اكتر واحد عنده ثروة في العالم من رجال الاعمال طلع رقم واحد. هذا الرجل لم يعلن عن المنتج بتاعه في اي وسيلة من وسائل الاعلان من اول ما انشأت الماركة دي لغاية النهاردة. عشان كده انا بقول الاعلان ده دوره ضئيل جدا جدا. طبعا في ناس كتير جدا وشركات كتير جدا بتعلن. بس انا من مؤيدي ان المنتج الجيد ممكن يبيع نفسه باقل قدر من الاعلان. انت لما تروح مثلا تشتري ملابس وتلاقي مثلا قميص او اي حاجه انت بتشتريها ومثلا ثمنها مثلا 200 جنيه تبص فيها تلاقيها الديزاين والقصة والشكل والتفصيل والكلام ده كله ونوعية القماش انت حاسس انها تساوي اكتر من 300 جنيه هتشتريها لوحدك من غير ما تعرف هي ماركة ايه. فبتبدأ الماركة بقى تتكون وتعرف لا دي بصيت عليها دي ماركة معينة لا ده انت بعد كده بقى حسيت ان خدتها ولبستها فخلاص ولدت عندك ثقة في هذا المنتج. مش معنى كده ان انا بقول ما تعملش اعلان اعمل بس زي ما قلنا الاعلان يعني ما هوش الحل. لازم الاول يبقى عندك منتج كويس يلبي رغبات العميل راح شاف العميل عايز ايه محتاج ايه عمل منتج يفوق توقعات هذا العميل. في هذه الحالة الاعلان دوره بيتضاءل جدا جدا جدا. وعشان كده احنا يعني اتكلمنا في اكتر من 10 موضوعات اللي هي المنهج بتاع الكتاب كله الاعلان جزء من موضوع منه. عشان كده احنا عاوزين برضو نبقى يعني الادارة فيها يعني الناس دايما بتقتنع باللي بتشوفه مش اللي احنا بنقوله. لما انا اشوف منتج بدفع فيه 200 جنيه وساوي 300 جنيه انا بثق في المنتج ده. لما بجيب عربية ادفع فيها 100,000 ولا 200,000 جنيه احس في منها تفوق المبلغ ده خلاص انا بثق في هذه العربية. لما بستخدمها بقى واشوفها وشوف متانتها وقوتها والكلام ده كله خلاص بيترسخ عندي ان هذه الماركة ماركة كويسة وتستحق ان انا يعني اثق فيها. طبعا الثقة ديت على طول بتولد عند الناس ثقة في المنتج وبالتالي خلاص بتساعد في ترويج المنتج وبيعه وباقل قدر من المجهودات الترويجية. احنا لسنا ضد الترويج زي ما قلنا لكن الترويج بيسبقه ثلاث حاجات. بيسبقه منتج كويس، سعر عادل، العميل حاسس ان السعر ده فاليو قيمة بالنسبة له، ثم وصلوا في المكان المناسب. اسهل حاجة بقى يعني هتبقى سهلة او سهلنا جدا شغلة التسويق من خلال الترويج او من خلال الاتصالات. لو حبينا بقى نتكلم على مكونات المزيج الترويجي الاعلان طبعا يعني من الحاجات احنا بنقول انها هي يعني مهمة وكل حاجة. والاعلان بيهمه يعني زي ما قلنا جذب اهتمام العميل.
إثارة اهتمام العميل، خلق الرغبة لدى العميل، اتخاذ إجراء بالشراء اللي هو أكشن. بمعنى انه اذا ما كانش نتيجة الاعلان اخر مرحلة دي، يبقى اللي انت صرفته ما جابش اي نتيجة. لازم يترتب على الاعلان ان الراجل يروح يشتري. ما بدفعش فلوس عشان اجذب اهتمامك ولا اثير اهتمامك ولا اخلق الرغبة عندك، لا انا يهمني في النهاية انك تشتري. عمرك ما تشتري الا اذا سبق ليك عملت الأربعة الثلاثة الأولين كويس، برودكت صح، تسعير صح، بليس صح. في هذه الحالة أنت مش هتقف عند أول مرحلة، لازم على طول تروح لرابع مرحلة وتشتري. وعشان كده احنا قلنا المزيج ده متكامل، هو خلطة متكاملة من الأربع حاجات: البروموشن اللي احنا بنتكلم عليها، الترويج والاتصالات، لو أنا نظرت مزيج التسويقي من مفهوم الطلب، من مفهوم العميل، بيدعمه جدا وبينجحه وبيوصله بسهوله جدا للهدف بتاعه. ان لو انا عامل المنتج بتاعي كويس، اللي هو اول عنصر واهم عنصر في المزيج الترويجي، والسعر، واخيرا المنتج في المكان اللي انا محتاجه واللي انا عايزه، وبالتالي اروح اجيبه من المكان اللي انا عايزه. الإعلان زي ما قلنا من الحاجات اللي احنا محتاجينها، بس لازم وانا بروح اتكلم مع وكالة إعلانية تعمل لي إعلان، لازم الإعلان ده ابقى عارف انه هيوصلني لرقم 4. اذا انت ما عندكش منتج كويس، وما عندكش تسعير كويس، وما عندكش السلعة في المكان الكويس، لو قعدت تعمل اعلان من هنا لمئة سنة المنتج مش هيتباع. وعشان كده الفكر الكور الاساسي والمهم جدا جدا، هي ان يكون عندك الثلاث مكونات الرئيسية بتوع النموذج المزيج الترويجي معمولين كويس. ده هيسهل لك المرحلة الرابعة والاخيرة اللي هي عملية الترويج. يبقى ده اول مكون من مكونات. طبعا في انواع كتيره للاعلان، من حيث ان التدخل الجغرافي، يعني انت هل هتعمل اعلان على مستوى الدوله ولا على مستوى العالم. شركه مثلا زي تويوتا، زي سامسونج، لما بيعمل اعلان، الاعلان ده بيعمله ل 200 دوله في العالم، هو نفس الاعلان. لما انا بعمل اعلان في مصر، بعمل اعلان لمصر، يبقى ممكن الاعلان اللي انا بعمله يختلف على حسب النطاق الجغرافي اللي انا عايز اغطيه. طبعا انت عشان تعمل اعلان على مصر غير ما تعمل اعلان على مستوى العالم. انت في مصر عارف الناس وفاهمهم، فسهل انك تعمل اعلان الناس المصريين يتقبلوه. لكن تعمل بقى اعلان المصري يتاثر بيه ويروح يشتري السلعه، ثم الكيني، ثم الامريكي، ثم الياباني، دي بعتبرها عمليه صعبه جدا جدا جدا. وعشان كده نرجع تاني، اللي متعلم صح هو اللي يقدر يعمل هذا الموضوع. بنقسم برضو الاعلان، يعني تقسيمات الاعلان، من حيث ان التدخل الجغرافي عرفناها، من حيث المعلن اليه ممكن اقول في اعلان للمستهلك النهائي، وفي اعلان للمشتري الصناعي. من حيث الوسيله الاعلانيه، في صحف، في مجلات، في تلفزيونات، في اعلانات طرق، كل دي اعلانات ممكن يعني تعمل في كلهم. المهم يكون عميلك هو فين اصلا، تعمل في ثلاثة منهم، تعمل في أربعة، وهكذا. اللي بيخليني أختار واحدة عن التانية، طبعا أنا بعلن لمين،
التكلفة ايه، مدى انتشار هذه الوسيلة. المكون الثاني اللي هو بنسميه البيع الشخصي من خلال رجال بيع، وده اساسا بيبقى يعني الاعلان اقدر استخدمه في السلع الاستهلاكية اساسي، وبعض السلع الصناعية. البيع الشخصي لازم يبقى في المنتجات الصناعية او السلع المعمرة اللي هي يعني بتبقى بستخدمها اكتر من فترة، وعادة في السلع الصناعية. البيع الشخصي انا ببعت مندوب عندي عن الشركة بيروح يجي، انا مثلا في التعليم المفتوح او في الجامعة في وسيلة تعليمية جديدة اتعملت، الناس بتروح بتعمل ازاي؟ ما بتعملش عليها اعلان، بتروح بقى للمؤسسات اللي هي الجامعات والمدارس، في حاجة اسمها السبورة الذكية، فيه الداتا شو، فيها البروجيكتور اللي انا بشرح عليه ده، في وسائل كتيرة قوي. بتبدأ العملية ازاي؟ احنا لما كنا في التعليم المفتوح الناس بتيجي تقول لنا والله احنا عندنا وسيلة جديدة فيها كذا 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 كذا، فاحنا بنعمل زي اجتماع كده، نجيب الاساتذه ونجيب الناس اللي معانا بيشتغلوا في الوسائل التعليميه، واخينا ده يعرض علينا ايه الوسيله بتاعته. اذا لقينا في هذه الوسيله حاجه جديده بنبدا نشتري هذه الوسيله. لازم الراجل يجي يشرح، غير مثلا انت بتنزل موبايل مثلا، بتنزل نوع من الزبادي، نوع من الفاكهه، العصاير، ما فيهاش بقى شرح وما فيهاش هذا الموضوع. عشان كده البيع الشخصي لازم يكون عندك رجال بيع متمرنين، ودي على فكرة من الوظائف اللي بتفتح فرص كتيرة جدا جدا للشباب، بشرط ان انت تبقى تتعلم بقى ازاي تعرض السلعة، تبقى فاهم السلعة. انا فاكر شركة من الشركات كان عندها فندق، وعشان يعرفوا يبيعوا الفندق ده، هو كان فندق معمول في شرم الشيخ، الشركة لقت فكرت فكرة ذكية جدا جدا جدا، أنا إزاي أروح أقنع ناس تيجي الفندق ده؟ خدوا الشباب دول تعيشوهم في الفندق لمدة أسبوع، ياكل ويشرب ويستخدم البسين والحمامات بتاعة كل بقى التسهيلات والعيشة والغرف النظيفة والمنظر اللي على البحر الجميل. فطبعا الولاد اتشربوا بالمنتج ده، بالفندق ده. فبدأ ينزل بقى للشركات، وبدأ يعني يسأل بقى طبعا انهي شركات، اعلى شركات، الناس اللي بتاخد مرتبات عالية. فبدأ المعايشة نفسها للمنتج واللي هو الفندق يعني الخدمة اللي هيبيعها، خدوا عيشوا هذه العيشة عشان لما يروح بقى يبقى يشرح وهو مقتنع، هو شايف، هو عايش، هو مارس هذه التجربة. فانت برضو لما واحد يروح يبيع لك جهاز لازم يبقى فاهم كل حاجة فيه، يعرف يشرحه بطريقه مبسطه للناس، وبالتالي يبقى فيه تدريب بقى لجاري البيع. يعني الناس اللي هتكمل في التسويق هتاخد ماده اسمها المبيعات، هيبقى فيها كل هذه التفاصيل. لكن انا بس بوضح العمليه، وبالتالي بقى الراجل ده لما بيبدا ينزل لازم يبقى عنده منهج. ايه المنهج بتاعه ده؟ اول حاجه البحث عن العملاء المرتقبين. يعني ايه العملاء المرتقبين؟ يعني اللي هم هيشتروا المنتج ده. الشباب اللي انا خدتهم حطيتهم في الفندق عشتهم فيه، اول خطوه بدا يفكر مين العميل المرتقب، مين العميل اللي اروح له. طبعا الفندق في حته كويسه، فندق 5 نجوم، فبدا يفكر في الناس اللي عندها دخل عالي جدا، اللي بتشتغل في شركات اجنبيه وبتاخد مرتبات عاليه. بدا يبدا ده العميل المرتقب، دي الشركات اللي انا هعرف ابيع لها الفندق ده. نمرة 2، التخطيط للمقابلات البيعية. انت مش بتروح بقى ايه داخل الشركة كده تقول لهم انا عاوز المدير عشان اكلمه، لا، انت بتروح تدخل المكان او بالتليفون تقول لهم والله انا فلان في كذا، انا عارف ان انتوا بتعملوا بتاع ده مصايف للموظفين اللي عندكم، فعاوز استسمحكم اجي اتكلم مع الراجل بتاع الموارد البشرية بتاعكم
عشان نعرض عليكم خدمات الفندق. بقى فيديو فيه الفندق وفيه الحاجات اللي فيه ووريك بقى السمك ويوريك الحاجات اللي هي الشعب اللي مش عارف ايه ولون الميه، فبياخدك ينقلك لهذا الجو. فبتبدا تاخد ميعاد، هو بقى ممكن الراجل بتاع الموارد البشريه يجيب 2 3 4 من الشباب اللي هم ممكن بيروحوا المصايف دهيا ويبدا يقعدهم قدامك. طبعا انت لما الناس دول اقتنعوا هيروحوا ينشروا الكلام ده في المكان كله. يبدا هو رجال الاعمال اللي عندهم بيروحوا مثلا في شرم الشيخ، الناس اللي بتوع الدول العربيه اللي بيجوا يشتوا هناك، فبدا بتحدد العميل المرتقب وبعد كده تعمل تخطيط للقاء البيعي. ممكن تطلع ما تعمل مثلا الكلام ده على وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك او التويترز او الحاجات دي او الانستجرام ايا كان بقى، كل هذه الاشياء تستخدمها. او زي ما قلنا انت ممكن، احنا الوقت الواحد بيحب يروح اي رحله بيخش على يبحث عن فنادق باسعار معينه، يوريك بقى الفندق والحاجات الوسائل دي كمان بقت اصبحت مساعده، وفي ناس من المنظر ده بتحجز وتروح. يعني انا سافرت في احدى الدول الخارج بالكيفيه دي، احنا عاوزين فنادق في شفنا الاسعار، خدنا الفئه السعريه اللي احنا عايزينها، يقول لك مثلا ادي الفنادق في الحته الفلانيه اللي تديك السعر ده. دخلنا على الفنادق شفناها، شفنا الشارع اللي هي فيه وشفنا الغرف من الداخل. كل هذا الكلام ده احنا بنعتبره استخدام الوسائل الحديثه في تخطيط المقابله البيعيه، او انك بتروحها للناس زي ما انا شرحت كده في الاول، تشرح لهم الفكره بتاعت. بعد كده خلاص بتخش على زي ما قلنا الاتصال بالناس، تيجي تعرض بقى السلعة أو الخدمة. احنا بعثنا عن العملاء المرتقبين، خدنا منهم ميعاد، اتصلنا عشان نروح الميعاد، رحنا عرضنا بقى عليهم السلعة بتاعتنا. طبعا وانت قاعد ممكن يبقى في اعتراضات على السلعة أو على السعر، أو بترد أنت بقى، واحد يقول لك والله السعر أنت حاطينه ده سعر غالي جدا، هنقول له والله لا، السعر ده عشان 1 2 3 4، أدي الخدمات اللي هتاخدها، السعر اللي هتدفعه هيحس إن الخدمات أكتر من القيمة، قيمتها أكتر من السعر، هيوافق. فأنت بتروح عشان برضه هنا الرد مش إن أنا بكذب أو بجادل، لا، أنا بوري له المنافع اللي هياخدها أو القيم أو القيمة اللي هياخدها في مقابل السعر بتاعته. بعد كده بننهي هنا الرد على الاعتراضات، مش بتروح تعترض، انت بترد على اعتراضات الناس. بعد كده انهاء المقابله البيعيه، خلاص اتفقتوا، بعد كده بتتابع بقى، يقول لك والله احنا هنروح مثلا في شهر 9 في شهر 8، خلاص بتبدا تعمل معاهم الصفقه. طبعا بعد الناس ما بتروح، انت المفروض تبقى متابع كويس جدا الخدمه في الفندق واتعملت ازاي وعاملوا معاهم كويس، حد في مشكله تخش تحلها بسرعه، عشان الناس بيثقوا في اللي انت قلته. لو كويس المره هيجوا يقولوا العشرة، دايما اقول لك كده حاجه اسمها الورد اوف ماوس، اللي هي يعني ان انا بروح احكي اللي انا شفته. فلو انا حكيت عن الفندق ده او عن الخدمه دي كويس، بيقول لك الزبون يجيب 10 وال10 يجيبوا 100 وال100 يجيبوا 10,000، وانت ماشي كده. فالسمعه كويسه، الواحد بيقنع 10 وال10 كل واحد بيقنع 10 تانيين، انت وصلت ال100. والعكس لو واحد الحاجه وحشه هيقنع 10 انهم ما يروحوش، وال10 هيقنعوا 100 ما يروحوش، يبقى دمر لك الدنيا. انت جبت لي جهاز للتعليم، لازم تيجي بعد ما انا معايا وانا بستخدمه عشان لو في مشكله تحلها. انا فاكر واحنا في التعليم المفتوح كنا عايزين نعمل الطالب كان زمان بي 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 بيروح يدفع الفلوس في طابور، وبعد كده يروح ياخد الكارنيه في طابور، وبعد كده يروح ياخد الكتب في طابور تالت. فحد قال طب احنا ليه المانع ان احنا يعني الطالب يدفع وياخد الكارنيه في نفس الوقت. دورنا لقينا في شركات عندها مكان بيعمل الكلام ده. جبنا الشركات شرحت لنا الكلام بقى اللي انا بقوله لكم اهو. احنا اللي طلبنا الحقيقه، هم ما جوش قالوا لنا.
او جايز كانوا قالوا قبل انا يعني ما اعرف، لكن انا عرفت يعني فجبناهم شرح المنتج وفكرته وقال ان احنا هنبقى موجودين معاكم ندرب الناس وهم بيشتغلوا. فعلا جم عرضوا على كل الناس اللي هتستخدم المكان ده، شرحوا الفكره، جينا نشتغل واقفين معانا عشان لو حصلت اي مشكله حلوها وبدا الموضوع يتنفذ. احنا التجربه دي اقنعنا بيها كليات تانية، يمكن كليه التجاره هتعمل الكلام ده في المرحله القادمه. وبالتالي الورد اوف ماوس اللي احنا بنقولها لما تبقى النتيجه ان السلعه كويسه، ده بيقول لي ده وده بيقول لي ده، فبتنتشر الايه الخدمه. فالحقيقه لما يبقى عندك دي بقى من المهن، انا بقول لكم اهوت اللي عايزه ناس فاهمه تسويق كويس جدا، مقتنعه بيه، متعلمها كويس، وبتتيح للناس تاخد فلوس كتيره جدا. وانا يمكن قلت لكم في المحاضره ان احنا لما جينا نعين مدير تسويق لقينا ناس يعني متعددين 15 او 20 واحد، اخترنا ثلاثه. اثنين محاسبه، هم ما كانوش مش واخدين تسويق اصلا، بس التسويق هو اللي بيكسب. يعني ما تروح تشتغل محاسب، المبيعات لو انت رحت واشتغلت في شركه كويسه بقيت شاطر هتاخد دخل كبير جدا. واحد تاني كليه علوم ملوش صله بالموضوع خالص، دخل وراح عنده الملكه بتاعه البيع، دخل في شركه صناعيه لقوه كويس شاطر، دخل خد كورسات بقى ودرس تسويق من اول وجديد، وساب خالص الكيمياء الفيزياء بتاعته ودخل في الناحيه البيعيه. وبالتالي زي ما قلت لكم في المحاضره، اكبر وظيفه بتوفر فرص عمل هي وظيفه التسويق، مش شرط انك تقدر تعمل الكلام اللي احنا بنقوله بقى ده من الناحيه العلميه، وتستطيع انك انت تقنع العملاء وبالمنتج بتاعك. الوظيفه او المكون الثالث اللي هو تنشيط المبيعات. تنشيط المبيعات يعني بنيجي يعني النموذج او المكون الثالث من مكونات المزيج الترويجي. احنا قلنا قبلهم البيع الشخصي وقبلهم الاعلان ايضا. دي برضو مكمله للاثنين اللي فاتوا. ودي احيانا بنستخدمها بقى لما تبدا السلعه تنحدر، او احيانا والسلعه موجوده لكن يعني دورها بيبقى يعني كتير في السلعه بتنحدر زي ما قلنا. لكن احيانا برضو بيبقى عندي في نهايه السنه يعني مخزون عاوز اخلص المخزون ده. اخلصه ازاي؟ قد يكون من خلال التنزيلات والتخفيضات اللي هي بنعملها في نهاية العام. عاوز بس اقول نقطة مهمة جدا برضو هنا، يعني انا شفت الكلام ده في الخارج. الحقيقة التنزيلات والتخفيضات بتبقى شوف انا كاتب حقيقية بخط كبير ازاي. ليه؟ لانه في ناس فاكره ان انت مثلا المنتج عاوز عندك مثلا منتج عاوز تبيعه ب 100 جنيه، او هو كان عاوز تبيعه ب 100 جنيه. انت المنتج ده مثلا سعره النهارده 100 جنيه، فانت تروح عامل ايه؟ عليه 200 جنيه كده، تروح شاطبهم وحاطط 100 جنيه. بره العكس، المنتج ده ثمنه 100 جنيه النهارده، فبقول اهو المنتج ده 100 جنيه. وراح قال عليه 50 جنيه. ما بكدبش، يعني في المرحلة الأولى أنا كدبت هنا، قلنا الكذب مش كويس زي ما هو ما بتقبلوش من شخص إنك ما بتثقش فيه. أيضًا لو الراجل حس إن أنت ال 100 جنيه ديت أصلًا أنت عاوز يعني دي كانت سعر المنتج، بس أنت يعني عملت اللفة دي، لا يثق في الشركة. اللي بيحصل بره إيه بقى؟ لو الحاجة ب 50 جنيه ما اتباعتش مثلًا في خلال أسبوعين، يروح منزلها 25 جنيه. لو ما اتباعتش بعد اسبوع مثلا، اللي هي يعني افرض انا عامل مثلا شهر للكوزيون ده، اذا ما اتباعتش بعد اسبوع بنزلها 50 جنيه. اذا ما اتباعتش نفس ال 50 بقى اللي كانت ب 100، بعد اسبوع ببيعها ب 25 جنيه.
هي ما تبيعش تاني ممكن ابيعها ب 15 جنيه عشان اخلص منها. فبيبقى فعلا تخفيضات حقيقيه او تنزيلات حقيقيه، فرق كبير جدا بين سعر المنتج والسعر اللي هتتباع بيه. زي ما قلت العكس بقى، ان انا احط حاجه هي ب 100 اروح كاتب عليها 200 وضحك على العميل وكاتب عليها 100. طبعا ده العميل لو اكتشف ان دي كانت سعرها طبعا يعني بتبقى مشكله كبيره جدا وهو لا يثق في الشركه. الحاجه الثانيه اللي كانت برضو انا شفتها في الخارج، انك ممكن تاخد الحاجه تروح تلبسها وترجعها لهم تاني، ما بعرف ان انت عملت كده بس بياخدها عشان يشجعك بقى انك انت ترجع للمحل تاني. خد بالك وانت بقى ماشي في المحل ده بتلاقي سلعه جديده، ممكن وانت جاي تاخد الاوكازيونات دي يعجبك سلعه جديده تروح شاريها لك وثقت في المحل. ال 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 يعني يا جماعه الامور دي ما فيهاش فهلوه، ده علم بيتعمل عشان كلنا عملنا الكلام ده، رايحين نشتري حاجات في الاوكازيون لقينا قميص جديد او بلوفر جديد او حاجه جديده، بتشتري ده وتشتري ده، يعني المحل في النهايه هو الكسبان، باع لك حاجه كانت هتبوظ عنده او هتستنى للسنه الجايه وهيخزنها ويتحمل فيها تكلفه، وفي نفس الوقت ممكن تشتري سلعه جديده، يبقى كسب منها وخد ثقه المحل وهيجيبك تاني. الولاء التسويق بيهمه يبقى عندك ولاء وترجع تشتري وتزود المشتريات بتاعتك كمان، لو انتم فاكرين الكلام اللي احنا قلناه في اول محاضره. الهدف من التسويق والمزيج التسويقي كله جذب العميل للشراء، العميل يستنى عنده ولاء للشركه، العميل يزود المبيعات بتاعته. هي بتيجي من الصدق ده ومن الاداء الاحترافي العلمي اللي ما فيهوش فهلوه ولا شطاره. احنا بعد كده الجوائز. الواحد انا اول ما رحت الدول العربيه، اول ما تنزل المطار تلاقي مثلا عربية مثلا بمليون جنيه محطوطة وفيها انت بقى تخش تشتري الكوبونات دي من المحلات او حاجة زي كده، ويعمل لك يعني يحط بقى تشتري مثلا بضاعة قد كده وتروح حاطط في صندوق كده، تروح تحط الايه الفاتورة دي، بعد كده بعد فترة شهرين ثلاثة زي ما يكون يعملوا بقى كده ويروح شادين واحده تطلع انت واخد العربيه دي. طبعا انا فاكر كويس اول ما رحنا الولاد بقى كل ما يشوفوا حاجه احنا عاوزين احط اشتري من المحلات دي وحط بقى، يعني طبعا احتمال انه عاوز يكسب، بس طبعا في الاعداد الكبيره بيبقى فرصه المكسب قليله، بس جوائز حقيقيه وجوائز ضخمه عشان تشجعك على الشراء والمشاركه، كل ده تنشيط للمبيعات. احيانا ممكن تعمل الخصم النقدي، العينات المجانيه زي ما انا شرحت من شويه. الناس بتيجي، شركات كتيره جدا بتيجي يوم الخميس بالذات، الناس كلها طالعه الساحل الشمالي في الاشهر الصيف بالذات، تلاقي بقى اللي بيوزع عصاير واللي بيوزع بتاع ده شامبوهات واللي بيوزع خبز زي ما انا قلت لكم، كل مره حاجه او حاجات، ده بنسميها عينات مجانيه عشان تذوق المنتج عشان تجربه، ولو جربته ممكن اول المنتج بقى ما ينزل ونقدمه في السوق انت تشتريه. الهدايا والاجندات، ده شركات تديك اجنده كده ممكن الناس بتكتب فيها المحاضره، الاجنده دي هي دعايه للشركه طول ما هي معاك، انت عمال تشوف الشركه ومنتجاتها ومش عارف ايه والكلام ده، وبتروح مثلا مكتب يديك بتاعت سجاير اللي هي اللي بيطفوا فيها السجاير دي، تمثال كويس عن الشركه، نتيجه بتاعت الشركه، كل الكلام ده يعتبر جوه تنشيط المبيعات. اخر حاجه النشر. النشر دي لما بقى الناس كانت بتقرا جرايد، لو انتوا بتقروا جرايد يعني انا شفت حاجه على سبيل المثال، قصه كده ان في راجل ده كل ما يخش البيت يلاقي البيت يعني فيه
نمل وفيه مش عارف ايه، فبيزعل من زوجته او بيزعق لها او شيء من هذا القبيل. فالست عشان يعني ما تزعلش زوجها راحت اشترت، يروح جايب لك اسم المنتج هنا بقى، حاجه معينه كده لاباده النمل. فبعد ما جابت البتاع دي جه بعد فتره ما لقاش نمل، بقى مبسوط بقى وبيحب زوجته ومش عارف ايه والكلام ده. فده جوه القصه دي انا بديك الاسم المنتج ده، وكان الراجل زعلان بقى الراجل كويس. فانا بنشر بس بعمل الكلام ده على فكره مش زي الاعلان ما بدفع عليه فلوس، بتبقى كده جايه قصه في الصحف ساعات تتيح لبعض الشركات اللي يعني بتعلن عندها انها تعمل حاجه زي اعلان مجاني خلينا نقول، بس داخل في شكل قصه زي اللي انا قلتها دي. طبعا حاجات كتيره بس كلها يعني بتدور حوالين زي القصه اللي انا يعني قلتها دي، انه في مشكله ومن خلال المنتج ده حلينا المشكله وبقت الدنيا حلوه والجو جميل وبتاع وكلام من ده. فاصبح يعني ان انا بحط لك المنتج في شكل قصه كده تحس انها حلت المشكله وخلت الناس يعني تعتبر كويسه مع بعضها. اخر موضوع هنتكلم عليه، طب ازاي انا بحط ميزانيه للترويج؟ على فكره دي من الحاجات الصعبه جدا. احط كام؟ مليون، 100,000، 500,000، 10,000؟ ما هو الـ يعني هذه الموضوعات يا جماعه يمكن بعضكم بياخدها انها مذاكره، لكن انا بقول لك من الواقع العملي بقى. اما تيجي تحط اعلان ميزانيه للترويج هتحطها كام؟ خد بالك ان انت عندك ثلاث حاجات بتدفع فيهم فلوس، الاعلان، رجال البيع، تنشيط المبيعات. واحد يقول لك التنشيط ديت بدفع عليها فلوس، الاعلانات المجانيه والنتائج كل الكلام ده بفلوس اللي احنا قلناه ده كله، وبالتالي بتدفع فيها فلوس. يمكن النشر هو الوحيد اللي ما يدفعش فيه فلوس. طب السؤال، الفلوس دي كام؟ هل 10,000؟ هل 20؟ هل 50؟ هل 100؟ هل 200؟ هل 2 مليون؟ كام؟ الحقيقه انا نفسي وانت بتذاكر الماده دي تحس ان انت جوه التسويق، جوه وظيفه التسويق، هتبقى سهله جدا وتقدر تفهمها. اوعك تبص لها انها كتاب وبتحفظه، لا خالص، انما التخيل والعيشه والمشاكل اللي انا قلتها ديت من الواقع هتسهل لك العمليه دي. انا اللي بتحكم او قدامي كذا طريقه. اول طريقه نسبه من المبيعات التاريخيه، يعني مبيعات السنه اللي فاتت. يعني كنت مثلا عامل ب 20 مليون، هقول هاخد منهم نسبه مئويه 2%، 1%، ايا كان بقى. هذه الطريقه طريقه يعني فيها مشاكل، لان على سبيل المثال مثلا انا في مصر او في اي حد في الدنيا دايما الماضي مش هو المستقبل. افرض انا دلوقتي عندي يعني كان في مشاكل والثوره و 2011 واللي احنا فيه، بافتراض ان احنا الدنيا استقرت، هتلاقي المبيعات اختلفت خالص. المبيعات كانت فتره قليله، المبيعات ممكن تزيد المره اللي جايه. دايما مش المستقبل امتداد للماضي، مش هيبقى زيه في كتير جدا من الحالات. لما الفلوس اللي مع الناس بتقل، مبيعاتها مشترياتها بتقل، فمهما تصرف مهما تصرف انت كميزانيه المبيعات مش هتزيد او يمكن تقل كمان. وبالتالي هذه الطريقه تعتبر طريقه ماشي سليمه، لانها زي ما قلنا بتتكلم على الماضي، انا بتكلم على المستقبل. كلمه الموازنه، خلينا نقول موازنه، الموازنه يعني الفلوس اللي انا هحطها للترويج السنه اللي جايه. الطريقه الثانيه نسبه بقى من مبيعات المستقبليه، يعني انا في 2016 دلوقتي، يبقى انا بشوف مبيعات 2017 هتبقى كام. هنا اعتمدت في السنه في الاولانيه على 2015. 2015 حطيت موازنه 2016، يعني الارقام اللي انا هحطها او هخصصها للترويج في سنه 2016. طب انا السنه دي في 2016 اهو، بس انا عاوز اعمل بقى موازنه للسنه اللي جايه، اشوف مبيعات السنه الجايه شكلها ايه الاول واخد منها نسبه. هذه برضو يعني
طب افرض ان انت خد بالك ان في ناس منافسين، لو انت فاكر احنا اول محاضرة قلناها عينك على المنافسين وعينك على العملاء وعينك على حجم الفلوس اللي في السوق. فالوسيلة الثالثة انت بتتكلم في ضوء المنافسين، هم يدفعوا كام. انت ممكن تحط مثلا ميزانية اللي هي مستقبلية، يطلع مثلا يعني 2 مليون جنيه، تلاقي الراجل اللي بيشتغل معاك هيصرف 10 مليون جنيه. طبعا مش ان احنا بنتسابق في الصرف، بس هو برضو لو عمل مزيج كويس ممكن يجذب عملاء من عندي انا، وبالتالي بشوف المنافسين. اذا قدرت طبعا اعرف هم هيعملوا كام، طبعا في بعض الشركات بتبقى سريه ما اعرفهاش، لكن الوسيله الصح والاخيره الهدف والمهمه اللي انت هتعملها. يعني انت بتهدف لمبيعات قد ايه، وهتخاطب مين، وهتتكلم معاه ازاي، وانت عاوز توصل انهي رساله، وبعد كده بقى هتعمل الانشطه ازاي، هتعمل رجال بيع ولا هتعمل اعلان ولا هتعمل تنشيط مبيعات. وبالتالي الهدف اللي انت عايزه من الـ من الـ من الـ احنا لو انتوا فاكرين احنا قلنا في 5 اهداف افكركم بيهم. هما عندي 5 اهداف، هل عاوز ازود العميل بالمعلومات، هسيره للشراء، هرشده لاستخدامات جديده، دعم مجهودات رجال البيع، منتجات جديده. يبقى الهدف من الحمله او من البرنامج الترويجي هو الاساس، وبعد كده هعمل ايه بقى ده موضوع تاني، وبالتالي بربط الاثنين مع بعض، الهدف والوسيله اللي انا هستخدمها في عمليه الترويج. بكده نبقى اتكلمنا على التسويق من اول ما عرفنا التسويق، وقلنا ان هذا التسويق يبدأ بالعميل ومستمر مع العميل وبيخاطب العميل من خلال المزيج التسويقي بتاعه، بال4 مكونات بتوعه اللي هم المنتج، ثم السعر، ثم المكان اللي هو التوزيع، ثم الترويج. بعد ما بخلص لازم يا ترى العميل ده المنتج ده عاجبه ولا مش عاجبه، يا ترى انا وصلت له صح بالسعر وحس ان هو خد فاليو من الـ من الـ من الـ من المنتج ولا لا، القيمه اللي خدها تساوي السعر ولا اكتر منه ولا اقل منه، يا ترى انا وصلت له السلعه في المكان اللي هو عايزه، في التوقيت اللي هو عايزه، بالشكل اللي هو عايزه، السلعة رايحة ما فيهاش خدش، ما فيهاش كذا، ما فيهاش كذا، ما فيهاش معيب، يا ترى قدرت اعرفه بالسلعة واشرح له مزاياها واتصل بيه كويس من خلال الترويج وعناصره الـ4، سواء كان من خلال الاعلان او البيع الشخصي، الناس اللي راحوا اقنعوا الناس بالمنتج بتاعي، ما كذبوش، لما لقيت خدت جربت المنتج لقيته هو بالظبط زي ما هم قالوه، زي ما شرحنا في الفكره بتاعه الفندق، خدت رجال البيع عيشتهم في الفندق وراحوا عرضوا للناس، الناس لما راحت الفندق لقت الكلام اللي هو المندوب البيع شرحه هو بالظبط بالحرف. احيان كتيره حد يقول لك كلام وتروح تلاقي الواقع حاجه تانية خالص، طبعا ده بتفقد الثقه بالشركه ومنتجاتها وكل ما يتصل بيها. التسويق عايزك تتقن شغلك، لانك لو غلط بتفقد العميل، خصوصا العميل عنده بدائل تانية، عنده بدل الفندق 1,000,000 فندق، شرم الشيخ بدل ما فندق واحد ممكن فيها الاف الفنادق، الغردقه نفس الكلام، في القاهره نفس الكلام، في اي حته اصبح دلوقتي الصفه
او يعني الـ 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 المشكله عندنا اللي بتصعب التسويق جدا، المعروض اكبر من المطلوب. يعني عندك 1000 فندق وانت محتاج 600 بغرفهم، محتاج يا سيدي 900. لو عندك كام فندق زياده؟ 100 فندق. يعني العميل هو الاساس، ده بنسميه سوق مشترين، يعني سوق عملاء. يعني ايه؟ يعني العميل هو المتحكم، هو اللي يفرض كل حاجه، هو اللي بيفرض السعر عليك، بيفرض تتعامل معاه ازاي، بيفرض توصل له ازاي، بيفرض تدير المنتج اللي هو عايزه. لازم العميل هو يطلع هو المبسوط، وهو مفيش سلعه في الدنيا ما فيهاش المعروض اكبر من المطلوب. امسك اي حاجه، الاكل، الشرب، السكن، اللبس، الترفيه، المطاعم، الفنادق، كل حاجه في اي حته في العالم دلوقتي المعروض فيها اكبر من المطلوب. ده يرجعنا لاول كلمه قلناها في التسويق، ادي الشركه وادي العميل. لو انا ده حطيت الحاجه دي من وجهه نظري ورحت للعميل، ممكن يرفض، لان العميل عنده 1000 بديل، هو محتاج 600، عنده 1000 فندق وال 900 مكفيين وفيه 100 زياده. يبقى الصح ان انا ابدا من العميل، والشركه تلبي، ليس لها الا ان تلبي طلبات هذا العميل. الاول حاجه احنا شرحناها، واول حاجه احنا بداناها بنختتم بيها القصه، واللي شرحناه واللي اتكلمنا معانا فيه بيدعم اللي احنا قلناه من اول محاضره، وهو البدء بالعميل. واي شيء لا يبدا بالعميل لا نضمن انه هينجح. وكل ما فهمت العميل وقربت منه ايه درجه حرارته، وعرفت ايه اللي بيضايقه وايه اللي بيحبه وايه اللي هو عايزه، هتنجح جدا في العلاقه معاه. التسويق علمنا كده، ان احنا عشان نتعامل مع اي بشر لازم نعامله كويس، ونعامله بالطريقه. حتى يقول لك دايما يعني نادع البني ادم باسم اللي هو بيحبه عشان تقترب منه وتكسبه. الاداره بتسهل لك كسب الناس، التسويق بيسهل لك كسب الناس، وبالتالي احنا محتاجين هذه العلوم حتى في حياتنا الشخصيه عشان نعرف نكسب الناس اللي قدامنا. زي ما بدأنا، أن العميل هو البداية، والعميل هو الأساس، والعميل هو الأصل. إذا أردت أن تنجح في حياتك فابدأ كل شيء بالعميل. العميل قد يكون زي ما قلنا أخوك، أختك، والدك، والدتك، زمايلك، المرؤوسين بتوعك، الرؤساء بتوعك، كل واحد من دول له طريقة في التعامل، بس تبدأ مدخلها كيف أتعامل مع الرئيس بتاعي، كيف أتعامل مع المرؤوس بتاعي، كيف اتعامل مع زمايلي. كل دي يا جماعه مهارات احنا من العلم ده احنا اتعلمناها وبنطبقها عشان نعرف ننجح مع الناس اللي احنا بنشتغل معاهم. فيش جدال ان في حاجات ممكن تقف فيها وتاخد تصرف مع اللي قدامك، بس الاول ابدا بالطريقه الاولى، انك تبدا بالتعامل مع الناس، تعاملهم بما يحبونه وبما يحب، لو انت مكانهم يحب يعاملك ازاي. العميل ما يحبكش تكذب عليه، العميل مش عاوزك تبالغ في المنتج بتاعك، العميل عاوز يطلع مبسوط من الصفقة دي. عشان كده زي ما بدأنا بأول محاضرة، النجاح يبدأ بالعميل وينتهي بالعميل. الشركة الناجحة هي اللي تنصت ولا تجادل العميل، دي عملية مهمة جدا. انت ما تجادلوش، اذا قالك انا مش عجباني دي يبقى مش عجباني دي، عندي مشكلة في السلعة بتاعتك، ما تقعدش تبرر له بقى. بختم موقف، موقفين انا تعرضت لهم انا شخصيا. مره جبنه من احد محلات السوبر ماركت، جبنه اللي هي النست دي، لقينا فيها بعض الحاجات اللي يعني بايظه، مش فيها مشكله يعني. فكلمنا الشركه السوبر ماركت اللي احنا بنشتري منه، قلنا لهم الماركه الفلانيه، العلبه الفلانيه فيها، لقينا فيها كذا 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 كذا. عشان هو السوبر ماركت محترم، كلم قال لنا طب هاتوا العنوان بتاعكم والتليفون، كلم الشركه. فوجئنا، اتنين جايين من مندوبين الشركه
جايب لنا 4 علب من نفس المنتج. احنا بنعتذر جدا 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 جدا، وال4 علب دولت يعني دولا اعتذار باللي انتوا لقيتوه في الجبنه بتاعتنا. ايه اللي حصل؟ احنا بنجيب الجبنه دي على طول لغايه دلوقتي. حصل موقف تاني مع شركه تانيه، اعتقد في منتج تاني، وعملنا نفس السيناريو. شركه بقى واحده اتصلت بينا، كل كلامها انها بتدافع عن الشركه. طب ممكن تكونوا انتوا حطيتوا خزنتوا الحاجه غلط. لا، احنا خزنناها صح. ممكن تقولوا مش عارف عملتوا ايه، كل ما تقول حاجه احنا عملناها. في النهايه كانت بتدافع عن الشركه بالباطل، ما كانتش مصادقه معانا، وبالتالي خلتني انا كعميل انا بقول الكلام اهو، يمكن انا ما رضيتش اقول اسمها، لكن انا بقوله للي انا عارفهم، مش ما قلت لهم، وانا ما بشتريش وهم بطلوا يشتروا من الحاله الثانيه. لكن الشركه الاولانيه ده في مصر يا جماعه بيحصل دلوقتي، لان احنا في النهايه لازم نشتغل زي العلم ما بيقول، لان احنا مش هنخترع حاجه. العلم بيقول لك تبقى صادق ما انتش فهلاوي، يبقى لازم ابقى صادق ما انتش فهلاوي. انا عاوز اخدم المحاضرات دي بان هذا العلم يتيح فرص وظيفيه كتير للناس اللي سمعوني، لو استوعبوا اللي انا قلته ويعرفوا انهم يطبقوه في حياتهم العمليه. في النهايه او في نهايه الماده العلميه، انا بشكركم لحسن استماعكم، واتمنى ان تكونوا يعني تستفيدوا من هذه المحاضرات، بالاضافه الى تواجدنا مع بعض في الناس اللي بيتاح لها فرصه انها تحضر. لان عاوز بس اختم بيه، ارجو ان احنا نقرا الكتب بتاعه اللي احنا مديناها لك في التعليم المفتوح، لان ما حدش يعني بيتعلم بالملخصات الصغيره اللي انتوا بتجيبوها من اماكن احنا لا نوصي بيها. لازم الكتاب، لازم تحضر المحاضره بقدر الامكان. اعتقد الحاجه اللي احنا عرضناها هنا تبقى برضه مفيده. مفيش حاجه بتيجي للسهل، مفيش حاجه بتيجي انك تاخدها. يعني الناس اللي بتلجا لورق زي بالظبط لما تاخد حاجه تجيب طبخه وتروح تطبخها في الميكرويف. الميكرويف بيقعد دقيقه او دقيقتين او 3 دقايق، ده عمره ما هيطلع لك حاجه ناضجه تتاكل. الملخصات كده والحاجات اللي انت بتقولها كده، ارجو لمصلحتكم الشخصيه تستعينوا بالمواد اللي احنا بنقولها لكم، لان احنا هدفنا افادتكم، هدفنا تعليمكم، هدفنا ان تبقوا احسن ناس، لان الواحد بيبقى سعيد جدا لما يلاقي الخريجين بتوعه في اماكن كويسه. انا بتمنى لكم التوفيق، ويعني ربما يكون لنا لقاء اخر ان شاء الله، نبص على بعض الاسئله وازاي بنحلها. واسيبكم دلوقتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.